إذن نواصل ما قلناه في الدرس الخامس حول محتوى النشاطات الاقتصادية، لأنه درس جد مهم كبقية الدروس. واليوم إن شاء الله سنرى في هذا الدرس السادس ماذا تنتج المؤسسات، ولكن قبل ذلك أقول لنرجع قليلا على المثال السابق حول الأسرة المتكونة من 4 أفراد. إذا تبعنا الأب، وهذا الأب يتجه إلى المصنع، نلاحظ أنه يقوم لمدة 8 ساعات في اليوم بنشاط معين، بمعية عمال آخرين يقومون بنشاطات أخرى. إن نتيجة هذا النشاط هو إنتاج مثلا صفحة حديدية، سيارة، لباس، حذاء إلى آخره. إذن يحصل العمال في مجموعة أفراد منظمة لهدف إنتاج مواد، يكونون ما يسمى بالمتعامل الاقتصادي، ويسمى هذا التجمع المنظم أو المهيكل مؤسسة. لشرح ذلك نقول أن الأب يذهب إلى المصنع ويبقى في المصنع 8 ساعات، ليس بمفرده، مع مجموعة من العمال آخرين ينشطون داخل مكان معين. هذا المكان يسمى بالمؤسسة، وينشط مع أجراء آخرين منظمين، فيهم لربما العامل البسيط، فيهم المهندس، فيهم نائب المهندس إلى آخره، أو من هو مكلف على لربما على ورشة، وينتجون طاولة، كرسي، صفيحة حديدية إلى آخره. إذن هم نشطاء اقتصاديين أو متعاملين اقتصاديين، أي المتعامل الاقتصادي هو العامل ينشط في مكان منظم هو المؤسسة، والمؤسسة أيضا هي متعامل اقتصادي. من خلال ذلك يمكننا استخلاص أن نشاط المؤسسات يدور أساسا حول الإنتاج، وبذلك يعتبر الاختصاصيون أن النشاط الأساسي للمؤسسة هو الإنتاج. مثلا من ناحية المنهجية يطرح لك سؤال ويقول لك: ما هو النشاط الأساسي للأسر؟ الإجابة هي الاستهلاك. Quelle est l'activité principale des ménages? La réponse est la consommation. نفس السؤال يطرح لك: ما هو النشاط الأساسي للمؤسسة؟ الإجابة أيضا هي بسيطة، هي الإنتاج. وعندما نقول إنتاج، سلع وخدمات، السلع والخدمات، أي ما هو مادي وغير مادي. Donc quelle est l'activité principale de l'entreprise? C'est la production. الآن ماذا تنتج المؤسسات؟ يمكنها أن تنتج ما هو مادي مثل القاطرات، الصفائح الحديدية أو الخشبية، السيارات، آلات الغسيل، الخبز، المشروبات. تسمى هذه المنتجات سلع، أي قابلة للتخزين. كما يمكنها أيضا دون القيام بعملية الإنتاج توفير السلع التي تم إنتاجها من قبل مؤسسات أخرى تختص مثلا في نقل السلع، أو المسافرين، تعديل، صيانة الماكينات، بيع قطع غيار إلى آخره. هذا النوع من المؤسسات يقوم بخدمات لأسر، إذن هي مؤسسات خدمات. المؤسسة تنتج السيارة، القطار ينقلها، المؤسسة هي إنتاج مادي التي أي السلعي التي أنتجت السيارة، أما القطار الذي ينقل
هذه السيارات ينقلها من مكان إلى مكان آخر فيقوم بخدمة إذن هي مؤسسات خدمات إذن هناك نوعين من المؤسسات مؤسسات تنتج سلعا ومؤسسات تنتج خدمات ولكن في بعض الأحيان نجد نفس المؤسسة تنتج السلع والخدمات من تنتج أقلاما وهي التي تنقلها مثلا دفاتر وهي التي تنقلها أثاث منزلي وهي التي تنقله إذن المؤسسات هي التي تنتج سلع وخدمات قلنا أن النشاط الأساسي للمؤسسة هو الإنتاج وما معنى الإنتاج هو إنتاج سلع وخدمات سنكتفي في البداية بتخصيص هذا التحليل لكل من الأسر أو العائلات والمؤسسات لأنها تكون أهم المتعاملين الاقتصاديين إذا طرح لك السؤال من هم المتعاملون الاقتصاديين الأساسيين تقول هي الأسر التي نشاطها هو الاستهلاك والمؤسسات التي نشاطها هو الإنتاج أعيد الأسر نشاطها الاقتصادي الأساسي الاستهلاك للمناج leur activité principale c'est la consommation المؤسسات نشاطها الاقتصادي هو الإنتاج les entreprises leur activité principale c'est la production من المعقول ومن البديهي أن نطرح سؤال قال ما هي العلاقات ما بين هذين المتعاملين الاقتصاديين أي ما بين الأسر والمؤسسات إذا أردنا أن نوضح ذلك بيانيا نحصل على دورة اقتصادية ملخصة حسب الرسم الذي سأقدمه لكم في هذا الدرس بين ولا بعض أفراد الأسر تقدم عملا للمستهلك أعيد خطأ ماشي اللي قلته بعض أفراد الأسر تقدم عملا للمؤسسات أقول تقدم عملا للمؤسسات ومقابل ذلك تقدم المؤسسات مكافأة مالية على سبيل المثال نذكر الأجر من خلال الكتلة النقدية أي الأجور التي تم الحصول عليها يمكن للأسر أن تقتني سلعا وخدمات تم إنتاجها من قبل المؤسسات إذا اختصرنا تحليلنا على الأسر لنلاحظ أن هذه الأخيرة قد قامت بعملية تبديل قوة عمل بعض أعضائها الأم والأب مقابل قيمة نقدية وهذه القيمة النقدية مقابل سلعة وخدمة للتبسيط يذهب الأب أو الأم للعمل ويقومون بنشاطهم الاقتصادي اليومي المؤسسة تقدم لهم أجرا إذن هي هنا علاقة ما بين تقديم عمل للمؤسسة أي سهم ينطلق من الأسر إلى المؤسسات وسهم آخر ينطلق من المؤسسة إلى الأسر يعبر عن التدفق النقدي أي الأجر في نهاية الأمر نستخلص أن السلعة أو السلع والخدمات قد تم تبديلها مقابل جهد أو قوة عمل وأن العملة أي النقود ساهمت في هذه العملية كواسط بين الطرفين أي بين طرف الأسرة والطرف الثاني المؤسسات من هنا يتضح أن هناك دورتين دورة هي تعبر عن النقد ودورة تعبر عن تبديل العمل بالسلع والخدمات وهذه هي ما ستجدون في الصفحة 30 حيث أقدم دورة اقتصادية ملخصة دورة
اقتصادية ملخصة. عندما أقول ملخصة أي أبقيت على متعاملين اقتصاديين اثنين. Quand on dit le circuit économique simplifié, cela veut dire que nous allons prendre uniquement deux agents économiques, à savoir les entreprises et les ménages. وفي هذه الصفحة 30 ستجدون هذا الرسم البياني من خلال نوعين من الأسهم. سهم لربما هو أسود داكن وسهم تحت شكل نقاط. السهم الداكن معناته الأسود يعبر عن دورة العملة وتحت شكل نقاط يعبر عن دورة تبديل العمل والسلع والخدمات. الآن هل الدورة الاقتصادية هي كاملة؟ نلاحظ من خلال الرسم البياني الموجود في الصفحة 30 أن العملة تتحرك أو تتداول، ولكن نجهل كيف تم خلقها. لقد أكدنا في بداية درسنا هذا أن هناك متعاملون اقتصاديون آخرون. كما نعلم أن كل أفراد لا يشتغلون فقط في المؤسسات، وبذلك تصبح دورتنا كاملة، لذا خصت باسم الدورة الاقتصادية الملخصة، لأنها قلت تقتصر على فقط متعاملين اقتصاديين اثنين، وهما متعاملين اقتصاديين أساسيين اللي هما الأسرة والأسر والمؤسسات والمؤسسات. الدورة الاقتصادية تنتقل من مختصرة إلى كاملة عندما ندمج كل المتعاملين الاقتصاديين، أي الأسر، المؤسسات، المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، الخارج. إذن هو أيضا متعامل اقتصادي. والإدارات، أعيد، الأسر، المناج، المؤسسات وشبه المؤسسات لسوسيتي إكوازي سوسيتي، الإدارات لزادمينستراسيون، المؤسسات البنكية والتأمين، les organismes financiers et d'assurance و الخارج l'extérieur. الأسر نشاطها الأساسي الاستهلاك، المؤسسات نشاطها الاقتصادي الإنتاج، الإدارات تقوم بتقديم الخدمات بدون مقابل، مؤسسات المالية والتأمين تقوم بخدمات ولكن بمقابل، والخارج الاكستيريور لأنه هو الذي يحكم عملية التصدير والاستيراد. إذا أدمجنا كل هؤلاء المتعاملين في دورة اقتصادية نقول أن الدورة الاقتصادية هي دورة كاملة. إذن نحاول أن نركز في الدروس المقبلة على المؤسسات والأسر دون أن نتجاهل أن النشاط الاقتصادي هو أحد النشاطات الاقتصادية التي يقوم به الفرد. إذن سنعمل على ملاحظة الحياة التي نحن بداخلها ومعرفة كيف تتم كل النشاطات الأخرى بما فيها النظم الاقتصادية والدور الاقتصادي للدولة وتمويل النشاط الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية لبلد مع الخارج والاقتصاد الدولي. حاولنا، وهذا هو هدفنا من خلال هذا الدرس، إبراز
أهم المبادئ الاقتصادية الدقيقة مثل النشاطات الاقتصادية المتعاملون الاقتصاديون الاستهلاك الأسر الإنتاج المؤسسات السلع الخدمات. إن هذه المصطلحات لها أهمية بالغة لأنها كثيرة الاستعمال وسنواجهها في دروسنا كلها، حيث سنلاحظ أن المحتوى الصحيح الذي يعطيه إياها التحليل الاقتصادي قد يختلف غالبا عن ما تعودنا سماعه في الكلام اليومي. وهنا نذكر على سبيل المثال أن عبارة المؤسسة يراد بها في الكلام العادي التعبير عن مؤسسة صناعية أي المصنع، إلا أن عبارة المؤسسة في التحليل الاقتصادي هي أوسع من ذلك، هي أوسع من ذلك. عندها هناك كلام عادي وهناك كلام خاص بالتحليل الاقتصادي سنراه في المستقبل إن شاء الله.